عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة اجتماعين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاجتماع الثاني بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع الأول تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة اللي بيتم إنشائها وتطورات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الحالية واللي بيتم العمل فيها والإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك المياه ومشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة. ده كان بالنسبة لمجريات الاجتماع الأول. أما الاجتماع الثاني تناول وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي والاستعدادات الحالية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة لتطوير مراكز الشباب على مستوى جمهورية مصر العربية.